طبعاً نتشرف بالشغال جنباً إلى جنب مع هاتين الإدارتين والمؤسستين المشتغلتين بجهد وإخلاص، وأمر يبدو واضحاً وجلياً خلال النتائج. كذلك أحب أن أشكر على خصوص السيد أو الأستاذ والفنان عبد السلام السلطاني الذي قام بعمل جبار لا في يعني تنزيل هذا المعرض في نسخته الأولى سنة 2021 ولا في إعادة تنزيله في هذه النسخة. كذلك أحب أن أنوه بمدير المركز الذي تعذر عليه الحضور لأسباب قاهرة. أرتجي له طبعا كلمة في يعني الكلمة التي كانت معدة من طرف مدير المركز كانت تذهب في يعني في سياق تعريف هدف المركز. المركز المغربي لاقتصاد الدراسات والابحاث هو واحد المركز يشتغل على المقاربة المعرفية أولا وأخيرا بغض النظر أو يعني بدون النظر إلى أي أدلجة أو خلفيات مرجعية سواء كانت دينية أو سياسية. المركز يشتغل على دراسات استراتيجية تساعد الدولة المغربية في اتخاذ قراراتها بشكل سليم وبشكل ممنهج. مركز المغرب الأقصى دأب على إصدار تقرير حالة الدينية في المغرب أو حالة الدين والتدين في المغرب، وهو عمل أصيل لمركز المغرب الأقصى للدراسات والأبحاث. تشرفت بالمشاركة في هذه النسخة من خلال دراسة عن أو تقرير حالة تقرير عن إمارة المؤمنين ومؤسسة إمارة المؤمنين، وهذا الأمر يعني في خضم البحث والدراسة في هذا النسق يعني العميق جدا اتضح بأن مؤسسة إمارة المؤمنين مؤسسة قوية جدا في إفريقيا، لديها 36 فرع في 54 دولة، وهذا أمر ليس بالعادي أبدا، وهو أمر يبدو واضحا خلال يعني واحد مجموعة ديال المؤسسات التي تشتغل مع المغرب كقوة ناعمة تؤثر في السياسات في إفريقيا. نحن نؤثر في إفريقيا سواء فيما يخص المؤسسة الإمارة المؤمنين أو حتى التصور المغربي الذي ذهب بعيدا جدا في العمق الإفريقي. طبعا الحال هذا الأمر هذا يوحي على عمق الرابط التاريخي بين المغرب وصحرائه. هذا الأمر يعني بالنسبة لنا نحن كمغاربة أمر مسلم به، لا نناقش لا نجادل به ولا نشك فيه أبدا. طبعا الحال هذا الشهر هذا سوف يتخلل له مجموعة من الأنشطة والتدخلات التي تصب في اتجاه يعني الشغال على القيمة الوطنية. سوف نشتغل على مسألة الصحافة المغربية، العمق التاريخي والرهينية للقضية الوطنية في يوم السبت القادم بإذن الله. يوم الأحد سوف يشاركون كذلك الأساتذة السلطانية والدريري بتنشيط الصبيحة للأطفال الفئة السنية المتمدرسة. كذلك سوف نعرج على الأغنية الوطنية وأغنية الجيل من خلال ندوة. كذلك سوف تجمع مجموعة من المجموعات ومجموعة من الأسماء المعروفة على الصعيد المحلي والجهوي. كذلك سوف نختتمها إن شاء الله بحفل فني موسيقي لموسيقى الجيل الموسيقى الوطنية احتفاءً بشهر الوطنية وشهر الحرية والتحرير. شكراً.